هذو اللي داروا الوزارتين والوصيتين عرف الوزيرين سي اي طالب والسي المراوي. كاين النقطه الاولى اللي كانت تجيد الانتباه من مسؤول عليها بزاف هي الزراويات. قال لك هاد الطلبه هادو اللي قاطعوا امتحانات غنعطيهم زيرو. كيف يعقل غنعطيو زيرو 25000 طالب علما ان المقاطعه الامتحانات دارت بواحد النسب لاكثر من 93% على الصعيد الوطني ماشي في مدينه ولا كليه ولا على الصعيد الوطني. بالنسبه للشعب بجوج الصيدله والطب تمت مقاطعات الامتحان بنسبه 100% واكثر من ذلك. الندوه الصحفيه دارت وقيلا الاربعاء دارت الاربعاء الخميس كان عندنا امتحان في مدينه الرباط ديال الدفعه ديال السنه الاولى يعني البريمير اني تمت مقاطعات الامتحان بنسبه 100% لدرجه ان النهار الاول المرابر الصحفيه اللي كانوا راه كانوا لي بارون بلوزوما مخلوعين كانوا كيجيو يشوفوا ويطمئنوا. هذا النهار ما جاوش اولياء الامور ما جاوش حتى حد ما جا قدام الكليه كان كيصفر ما كان حتى شي واحد. علاش؟ كلشي اقتنع بالملف المطلبي ديالنا وكلشي كان اصلا مقتنع نهار نخاف معنا في هذه الخطوات النضاليه. يعني الجواب الوحيد احسن جواب لذاك التهديد بالاصفار ديال السي الوزير هو الجواب هو المقاطعه الامتحان اللي كانت لغت ليه بنسبه 100%. بالنسبه للسنه البيضاء كاين واحد الشبح ديال السنه البيضاء تيروج. حنا اليوم كنقولوها زعما ماشي مشكل حنا ما بغيناش السنه البيضاء. حنا لا نريد ان نكلف الدوله ديالنا سنه بيضاء لان سنه بيضاء غتكون واحد الفشل حكومي ما عمره ما كان بالنسبه سورتو بالنسبه للطيب. ولكن هذا الشيء راه خصنا نتحملوا مسؤوليته حنايا والحمد لله حنا نتحملوا مسؤوليته كنحلوا باب الحوار وكنحاولوا نجلسوا في النقاش وخصهم يتحملوا مسؤوليته هما كمسؤولين كسياسيين. ولكن مالوغوز ما كيتحملوش هاد المسؤوليه غير كيقول لك ان الحوار تسد وان هاد القرار لا رجعه فيه وان الطلبه خصو يجمعوا راسهم وان الممثلين ديالهم كيتموا التهديد ديالهم. يعني هاد السنه البيضاء حنا راه ما بغيناهاش وكنتمناو ما نوصلوش ليها. وهاد الوقت اللي كيضيع راه كيضيع لينا حنايا. ولكن كما كيقولوا كان الطلبه السنه البيضاء ارحم من مستقبل اسود. والطلبه نهار صوتوا النهار الاول على الملف المطلوب وعلى المقاطعه المفتوحه كانوا عارفين ان هادشي يقدر يتحل في سيمانه يقدر يتحل في شهر يقدر يتحل في شهرين يقدر يتحل في 3 شهور. وهادشي ماشي ديبوندون ديالهم هما هادشي كيديبوند ديال الوزارتين الوزارتين الوصيتين وكيفاش غيتجاوبوا مع المطالب ديالنا. حنا اليوم راه تنطلبوا حاجه واحده هو نجلسوا على طاوله الحوار ونلقاو حلول. نلقاو حلول ماشي تسد لنا باب الحوار وتسموا اننا حنا اللي كنعكسوا ولا كنديروا العصا في الرويضه وليت تلصقوا لنا واحد الاتهامات واحد ليزيتيكات اللي هما غالطين وما كاينينش كاع. بحال حنا اليوم ماشي مواطنين مغاربه وما باغيينش المصلحه ديال البلاد وما باغيينش المصلحه ديال الشعب المغربي. راه حنا فاش كنطالبوا باصلاح التكوين وكنطلبوا المعدات الصحيه وكنطلبوا ان السبيطارات يتقادوا راه شكون غيستافد من هادشي؟ راه انا كطالب في التكوين ديالي والطبيب ديال الغد والاساتذه ديالنا والمواطن المغربي اللي غيمشي يتشافى في المستشفى العمومي. يعني هاد النقط كان تيتهمونا اننا كنخدموا المصالح الشخصيه ديالنا ولا كنشوفوا غير الطلبه. بحال هاد الطلبه هادو ما كيخدموش المجتمع المغربي وماشي مغاربه. بالنسبه لثالث حاجه واحد المغالطه كبيره بالنسبه للكونكور داكسي الكونكور باش يدخلوا للطب. قال لك اسيدي حنا بغينا نكونوا من اللجنه اللي كنختاروا الطلبه اللي كيدخلوا. انا جوزافيت كاملين انكم تقراوا الملف المطلبي ديالنا ولا لقيتوه في لقطه واحده تنقولوا ان بغينا نكونوا في اللجنه حنا نحبسوا نديميسيوني حنا كامل نحبسوا هذا الشيء كامل نخرجوا نحبسوا هذا الملف. ما كاينش هذا الشيء ما عمرنا طلبنا ان نكونوا في اللجنه. حنا كنطالبوا بحاجه واحده هما لي موداليتي ديال الكونكور تكون اعاده النظر فيه لان في الاوالي الاخيره لقينا ان كاين بعض التجاوزات بعض كاين واحد الاختلالات في الكونكور كيفاش كيدوز اللي حنا ما يمكنش نسكتوا عليها. والجواب على هذا السؤال كيكون هو ماشي صفكم دخلوا سوق راسكم دخلوا سوق راسكم راه ماشي نتوما اللي تحملوا المسؤوليه ديال هذا الشيء. كيف يعقل كيفاش حنا نخلصوا راسنا في هذا الشيء؟ ما يمكنش. ثالث حاجه هما لي تيز. قال لك لي تيز اسيدي بغينا نديرهم براتيك. براتيك فوقاش قلنا حنا لي تيز يكونوا براتيك. على جا نقولوا تيز يكونوا تيوريتيك بغينا اش كتكون هاد لاتيز براتيك ديال هاد الطالب في السنه السابعه. لا يعقل ما يمكنش زعما انا كان ما عرفتش هاد الوزارتين الوصيتين واش قاريين البيت المطلبي ديالنا ولا ما قاريينوش. واش هادشي واش جلسوا شافوه ولا ما جلسوش يشوفوه. وخامس حاجه يقول لك البلوكاج وكيديروا لنا هما واحد البلوكاج بالنسبه للنقطه ديال السنه السابعه 7 إلى 6 سنوات وكينساو النقط الاخرين. ساشون كو المطالب ديالنا راه كنريزيفيو كنلخصو اربعه ديال المحاور الكبار. الرفض من تقليص عدد السنوات من 7 إلى 6 سنوات اصلاح التكوين النظري والتطبيقي وكل ما ياتي معاه من اكتظاظ من توزيع اراضي التدريب الاستشفائيه. السلك الثالث بالنسبه للهيكله الجديده والتعويضات عن المهام. يعني دابا كاين اربعه ديال المحاور الكبار فيهم بزاف ديال النقاط كنمشيو حنا كنوقفوا من 7 إلى 6 سنوات ما كنحلوش النقاط الاخرى بحال ما كاينينش. يعني هاد المغالطات بزاف خاصهم يتصحوا للراي العام وللمواطنين وكنتمناو ان
هاد الوزارتين الوصيتين والوزيرين بجوج يتحملوا مسؤوليتهم باش نحلوا هاد المشكل هذا. لاخاطش انا كنقولها وغنعاودو نقولها, كيحطوا واحد الباراليزم ديال الطلب والممثلين ديالهم ضد الدوله ولا ضد الحكومه. هادشي ماشي بصح. الا كان اليوم المغرب كيعاني من واحد المشكل راه حنا كنعانيو منه, ولا كان هما باغيين يسدوا الحوا حنا كندعو انه يتفتح. علاش؟ لان المشاكل اللي كيعانيو منها هما اللي كنعانيو منها حنايا, وهاد السياسه ديال الشد ينقطعلك راه ما خداماش. اجيو نجلسوا على طاوله الحوار اجي نلقاو واحد الحلول اللي غادي ترضي الاطراف كامله, ماشي غترضي واحد الجهه اللي عندها واحد البيرسبكتيف وحده وما كتاخذش بعين الاعتبار حنايا اللي عايشين في الدومين وحنا اللي كندوزو من هاد الشيء. دونك هذا هو الميساج الوحيد اللي غنبغي ندوزو, هو بركه من هاد الصراعات وهاد بحال الايغو بحال النفس ما بغاوش يتسموا خسروا. حنا راه ماشي بحال, حنا ماشي بطل, حنا ما داخلينش مضاربين معاهم. حنا اليوم كنعانيو من واحد المشكل كنحاولوا اننا نلقاو ليه حل, وكنتمناو اننا نلقاو ليه حل. والطريقه اللي بقات لينا باش نعبروا على هاد المشاكل, لان النظام ديالنا راه ماشي يلاه بدا البارح. النظام ديالنا راه بادي من هنا عندنا تاريخ نضالي معروف 2011 2015 2019 ودابا اليوم 2023. هادو هما المعارك الكبار, ولكن اونتخ طون ما كنكونوش حابسين, راه كنجلسوا في اجتماعات كنعبروا لهم على المشاكل اللي عندنا باش ما نجيوش ندخلوا في واحد المقاطعه مفتوحه بحال هكا بحال اول خطوه نضاليه كنديروا. يعني ماشي اول مره غندقوا ناقوس الخطر وغنقولوا راه كاين واحد المشكل. مالوغوزمون نهجوا معنا بوندون تخي لونتون سياسه اذن صماء هي اللي جعلتنا ان اليوم نخرجوا في واحد المقاطعه مفتوحه, ونتمناو ان يتحل هذا المشكل هذا في الاقرب القريب, ما نزيدوش نضيعوا الوقت اكثر من اللي حنا نضيعينه.